بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، وما زلنا في الأعلام الذين ذكرهم في أول رسالته، ومنهم أبو محمد بن محمد بن الحسين الجريري. الفاتحة له. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. من كبار أصحاب الجنيد وصاحب سهل بن عبد الله، أقعد بعد الجنيد في مكانه، وكان عالما بعلوم هذه الطائفة، كبير الحال، مات سنة 1300. سمعت أبا عبد الله الشيرازي يقول، سمعت أحمد بن عطاء الرزباري يقول: مات الجريري سنة الهبير، أي السنة التي كان فيها هلاك الناس وتقطيعهم. كان فيه باستمرار فتن كثيرة في فترة الخلافة العباسية، وظهرت القرامطة في هذه الفترة أيضا، كانوا بعضهم يتقاتلوا مع بعض، والقرامطة كانوا طائفة مبتدعة عجيبة الشكل، ظهرت وكثر شأنها، وبدأ ظهورها في حوالي 250 أو أقل قليلا، وانتشر حتى انهم دخلوا في موسم الحج، في اثناء الحج، وقتلوا 30,000 من المحرمين الطائفين في اثناء طوافه، ولطخوا الكعبة بدماء المسلمين، ووضعوا جماجم كل القتلى في بئر زمزم، واختطفوا الحجر الاسود، وقعد معهم حوالي 20 سنة لحد ما جابوه تاني، العباسيين عرفوا يجيبوه منهم، وارادوا ان ينقلوا الحج عندهم في بلد اسمها هجر، وقصه طويله. كانوا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، يعني مهما حدث الان من اخبار للمسلمين، الفتره اللي حصلت ايام القرامطه وايام التتار، يعني بالنسبه للي بيحصل دلوقتي ولا حاجه، كاننا في امان اذا نظرت الى التاريخ. ولكن للاسف المسلمون لا يقرؤون تاريخهم بصوره كافيه، فعدم قراءة التاريخ يجعلك أحيانا تيأس مما يحدث للمسلمين. المسلمون الحمد لله يعني في أمل كبير، لأن ليست هذه الأيام هي أسوأ ما يمر بها المسلمين، فقد مروا بأيام أسوأ من هذا وأشد، حتى إن نهر دجلة جري 3 أيام بالدماء، 3 أيام ما حصلش، الأمريكان دخلوا وما عرفوش يعملوا الحكاية دي إلى الوقت، يعني كان زمان أشد. ولكن هو الأسلحة، طبيعة أسلحة هذا الزمان أشد فتك، طبيعة السلاح ذاته هي اللي أشد فتك. لكن كان زمان يعني همج وهمجيتهم أشد من همجية الأمريكان رعاة البقر في البلاد التي يدخلونها. فالعام ده اللي هو بيسموه عام الهبير، اللي هو عام التقتيل، يعني اشتد القتل والتقتيل في بلاد المسلمين، فسمي عام الهبير اللي هو التقطيع، يعني كانوا يقتلوا المسلمين، مش يقتلوهم بس، ويقطعوهم، يعني بعد ما يموتوا برضه يقطعوه اشلاء، وكانوا يدفنوهم جماعات بلا غسل ولا صلاه ولا اي حاجه. هيصلوا على ايه؟ هو كانوا اسماعيليه باطنيه، القرامطه كانوا اسماعيليه باطنيه، ونسبوا الى قرمط، ودي يعني رجل تاريخهم موجود يعني مكتوب في الكتب، لكن هم يعني عملوا انتهاك للحرم لم يحدث على مر العصور، ولن يحدث ليوم القيامة، خلاص حاجة زي ايوه. هو كان ملكهم اساسي في اليمن، لكن امتد وانتشر بعد ذلك، هو بدأوا في البحرين وبعدين انتشر. مات الجريري سنة الهبير، فجزت به بعد سنة، يعني بعد سنة من وفاتي، ما كانش لسه اتدفن. شوف قد ايه من شدة القتل
لانه يسيبوا الناس زي ما هم كده لحد ما يتعفنوا ويتحللوا في حالهم من شده التقتيل، لان يقتلوا الناس لا يذروا احد، ما فيش حد يدفن اصلا، كله مات. فجزت به بعد سنه، يعني بعد سنه من وفاته، فاذا هو مستند جالس وركبته الى صدر، يعني لم يتحلل لم يتغير، ودي علامه الولايه، لان الارض لا تاكل اجساد الولي والشهيد والانبياء طبعا من باب اولى. فجزت به بعد سنة فإذا هو مستند جالس وركبته إلى صدره وهو مشير إلى الله بإصبعه، يعني كأنه لما اشتد القتل كان هو منشغل في ذكر الله ومات على حال الذكر، وظل على هذه الحال وهو ميت جالس وحطت رجليه إلى صدره كده ومشير إلى التوحيد هكذا سنة كاملة لم يتغير. فده أكبر دليل على أنه لم يفزع كما فزع الناس في الوقت اللي يفزع فيه الإنسان المعتاد الطبيعي، إلا أنه كان في شدة فزع الناس كان منشغلا في ذكر الله عز وجل. من أقواله من استولت عليه النفس صار أسيرا في حكم الشهوات محصورا في سجن الهوى، لأن النفس زي الحيوان طبيعتها كده حيوان، فلو لم تروضها تفترسك، الحيوان المفترس كده يفترسك، يفترسك يعني يستهلكك، يستهلكك ازاي؟ يستهلكك في طلباته هذا الحيوان، عايز اكل وعايز شرب وعايز منصب وعايز غلبه وعايز قهر وعايز ظهور وعايز وعايز شغلانه زي الحيوان اللي في الغابه، بل هي اشد من حيوان الغابه، حيوان الغابه يفترس اذا جاع، وهي تفترس حتى ولو غير جائع، هي يعني اشد افتراسا من الحيوان المفترس. فعلشان كده يقول من استولت عليه النفس يعني قويت عليه ولم يروضها صار اسيرا في حكم الشهوات، هي اللي تشاور له يتحرك مش هو اللي يشاور لها تتحرك، خلاص بقى. محصورا في سجن الهوى، هوى النفس. وربك سبحانه وتعالى بيقول: ثم رددناه اسفل سافلين، الانسان المستثنى من هذا السفل والتدني الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هم دول اللي خرجوا من هذا التدني. ان هم الا كالانعام، فضجت الانعام. وقال الله جبرا لخاطر الانعام بل هم اضل. يعني كمان هم مش انعام، ده هم اضل من الانعام. من استولت عليه النفس صار اسيرا في حكم الشهوات محصورا في سجن الهوى، وحرم الله على قلبه الفوائد، يعني ما يبقاش في عنده بقى ايه النظر الى الحقائق على ما هي عليه، لان القلب ينظر للحقائق والقالب ينظر الى الصور، القلب ينظر للحقائق. لما تغلب النفس تغطي على نظارة القلب اللي هي البصيرة فلا يرى شيء، لا يرى إلا هواه، كأنه لبس منظار على بصيرته أعماه، لأن كلما خالفت نفسك كلما انجلت عين قلبك اللي هي البصيرة فنظرت إلى الحقائق. وحرم الله على قلبه الفوائد فلا يستلذ بكلام الحق تعالى ولا يستحليه، يعني يسمع القرآن وتقول له القرآن كأنك ما قلتلوش حاجة، ويسمع القرآن ليل نهار وترجع ريما لعادتها القديمة، لأنه ما بيستفدش، خلاص عنده هوى. إلا ما أشرب من هواه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ليس من الشرع ولكن ما أشرب من هواه. فلا يستلذ بكلام الحق تعالى ولا يستحليه وإن كثر ترداده على لسانه، يبقى لا يجاوز تراقيه. ممكن يكون حافظ القرآن لكنه، أو يحفظ من القرآن شواهد كثير لكنه لا يستفيد بها، ويرددها كثيرا ولا يستفيد بها، يستفيد بها من نواحي الإعجازية، من نواحي البلاغية، يستفيد بها من نواحي الثقافية، لكن ما يستفيدش فيها من نواحي السلوكية إنه يغير ما هو عليه. لقوله تعالى
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ربك قال كده سبحانه، سأصرف عن آياتي الذين، أي العظة والعبرة وسماع الإجابة، هذا نوع من الصرف. سأصرف عن آياتي مين؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، إما يستطيل على الخلق كالحكام الظالمين أو كل من يظلم الخلق يبقى تكبر على، تكبر في الأرض بغير حق، أو إنه نفسه تغلبه، أنت نفسك مخلوق من الأرض، أنت نفسك أرض، نفسك تتكبر في أرضك وهو جسدك باتباع الشهوات تصرف أيضا، حتى ولو يعني أنت يا أيها الإنسان جسدك هذا أرض أيضا، ما هو من الأرض. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، يعني حتى لو لم يملك إلا جوارحه فصرفها في شهواته فكأنما تكبر في الأرض، والأرض هنا هي جسد أيضا. فقد يكون الأمر لا يخرج خارجك، ولكن تحكم أنت على جوارحك بالظلم والجور فتصرف، أو قد يكون متعدي إلى الخارج كالحكام الظالمين فيظلم أيضا الناس. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال الجريري رؤية الأصول باستعمال الفروع، ركز في الحاجات دي مهمة، رؤية الأصول باستعمال الفروع وتصحيح الفروع بمعارضة الأصول، ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأصول إلا بتعظيم ما عظم الله من الوسائط والفروع. كلام عالي تاخد بالك منه، وهذا يدل على مدى اهتمام علماء هذه الطائفة بالقرآن والسنة، وأنهم كانوا يسيرون على الأصول والفروع التي يتعلمها العلماء جميعا من ظاهر الشريعة، وأنهم لم يتكبروا على ظاهر الشريعة، بل كانوا يفعلون ظاهر الشريعة ولكن يريدون النفوذ من خلال هذا الظاهر إلى الحق والحقيقة. رؤية الأصول، الأصل اللي هي القواعد الأصولية التي يندرج تحتها فروع كثيرة، والأصل هنا هو الكتاب والسنة والإجماع وما عليه العلماء، هذه هي الأصول الثابتة التي لا يتناقش فيها أحد من المسلمين. رؤية الأصول أي فهمها لا تكون إلا باستعمال ما يتولد منها من فروع سلوكية، يبقى لابد أن يكون سلوكك مطابق للأصول مستمد منه وهي القرآن والسنة. رؤية الأصول كاتب في الهامش أي أصول الأحكام الشرعية وهي الكتاب والسنة باستعمال الفروع، الفروع المتولدة من هذه الأصول، وتصحيح الفروع، وإذا ظهر لك فرع أو مسألة من المسائل جديدة حتى تصححها وتعلم صحتها من فسادها عليك أن تعرضها على الأصول بالقياس، وتصحيح الفروع بمعارضة الأصول. يبقى لابد أن أي إنسان يستجد أمامه شيء في سلوكه أو في طريقه مع الله ولم ينص عليه الفقهاء السابقين أن يعرض هذا الأمر على أصول الشرع الشريف، فإذا وافقه فعله وإلا لا يفعله. وتصحيح الفروع أي الفروع وهي الأمور المستحدثة التي تجد للإنسان وتجد للمسلمين في حياتهم بمعارضة الأصول، يعني على سبيل القياس والاجتهاد والاستنباط الأحكام، ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأصول. المشاهدة هنا غير العمل بالأصول، أن تنفذ من خلال هذا الأصل إلى مقصد الشرع منه، وليست هي قواعد مباني وألفاظ فقط، بل رؤية ثمرتها ومعايشة هذه الثمرة. ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأصول إلا بتعظيم ما عظم الله من الوسائط والفروع، والوسائط هي التي وصلت إليك الأصول، وهو النبي أولا صلى الله عليه وآله وسلم، لابد من تعظيمه لأنه أعظم واسطة،
ثم بعد ذلك من سار على نهج النبي بعد وفاته وهم وراث الشريعة من العلماء والأولياء والعارفين، لابد من تعظيمهم، لأنهم الذين يعلمونك الأصول، وكذلك علماء الحديث الذين حملوا لك أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تعظم رجال علم الحديث لأنهم الذين حملوا لك أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. وتستطيع بعد 1500 سنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا هذه الوسائط ويحدثنا فلان عن فلان عن فلان ما وصل إلينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمنا شيء. فلا بد من تعظيم أهل الشريعة وتعظيم العلماء وتعظيم الأولياء وتعظيم هؤلاء جميعا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم شرع الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إلا بتعظيم ما عظم الله، يبقى الرسول والصحابة والتابعين وتابع التابعين والأولياء ثم المسلمين جميعا، لأنك بغير المسلمين لا تستطيع أن تكون مسلما كاملا، بغير باقي المسلمين لا تستطيع أن يكمل إسلامك. هل تستطيع أن تصلي صلاة جماعة إلا في وجود مسلمين؟ ما تعرفش، يبقى المسلمين بيكملوك. هل تستطيع إخراج زكاتك إلا بوجود مسلمين فقراء؟ يبقى بيكملوك يعينوك على أداء الدين على الوجه المطلوب. هل تستطيع معرفة بدء رمضان ونهاية رمضان وأنت منفرد، أم لابد أن تتصل بجماعة المسلمين تعرف متى يظهر الهلال متى؟ فأصبح حتى المسلمين المعتادين أيضا وسائط توصلك إلى الله عز وجل، واحتكاكك بهم يظهر عيبك ويظهر كمالك، فيبقى الاحتكاك بالناس وبالمسلمين أيضا موصل إلى الله عز وجل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كيف تعرف أنك حليم أو جهول، أنك كريم أو بخيل؟ كيف تعرف إلا لو تعاملت مع الناس؟ فلابد أن تعظم حتى جميع المسلمين، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أمة معظمة. إلا بتعظيم ما عظم الله من الوسائط والفروع. يقول في الهامش: والمقصود أن اعتقاد العظمة والصحة في الأصول فرع اعتقاد العظمة والصدق في من شرعها. واعتقاد عظمة الأصول لا يتم إلا بإيقاع الفروع صحيحة على موافقتها، يعني لابد أن تكون فقيها، لأن الفقه تناول الفروع وأصول الفقه تناول الأصول. يعني عايزك تبقى راجل فقيه أصولي، مش فقيه بس، فقيه، لأن الفقه تناول الفروع وعلم الأصول الفقه تناول الأصول، وهي أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مش هو ده علم الأصول تعريفه؟ هو معرفة أدلة الفقه إجمالا، دي أول حاجة، وكيفية الاستفادة منها تاني حاجة، وحال المستفيد دي تالت حاجة. يبقى ده علم الأصول أهو. أما الفروع فموجودة في الفقه، واخد بالك، هي معرفة الأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلتها التفصيلية، مش كده؟ العملية يبقى فروع. والمقصود أن اعتقاد العظمة والصحة في الأصول فرع اعتقاد العظمة والصدق في من شرعها. واعتقاد عظمة الأصول لا يتم إلا بإيقاع الفروع صحيحة على موافقتها، وإلا فلا فائدة. إيه الفائدة في القاعدة وأنت لا تنفذها؟ ما هي فائدتها؟ هي فائدتها أساسا أن تنفذها وتسلكها، وليس بل العلم بها دون تنفيذها أشد خطرا من الجهل به، لأن تصير حجة عليك. ومن كلامه: إن الله لا يعبأ بصاحب حكاية وإنما يعبأ بصاحب قلب ورواية. يعني لا تعتمد في سلوكك إلى الله على ما يطرأ على قلبك، جزاك الله خير، على ما يطرأ على قلبك من واردات ومواجيد، فتتكلم على نفسك كثيرا وتصير صاحب حكاية، رأيت واعتقدت ونظرت، وكله بهتاء الخطاب كأنك تتكلم عن نفسك، حتى تصير أنت تحكي عن نفسك. ولكن الأمر أعلى من ذلك، لابد أن تعبأ بصاحب
قلب ورواية، يكون قلبه مع الله وعقله مع العلماء حتى يستطيع أن يميز ما يطرأ على قلبه أنه من الشيطان أو من الرحمن، لأن الرواية وهو النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم القرآن يضبط ما يحدث في قلبه من شوارق الأنوار، فيميز بين أنوار الحق وبين وساوس الشياطين. هذا بالرواية، أما بغير رواية وبغير نقل وبغير دراية فلا يستطيع أن يميز، فيصير صاحب حكاية ادعاء، يعني مدعي. وكثير من الصوفية وقعوا في هذا، والمعترضون عن الصوفية يعترضون على هذه الطائفة ويظن أن كل الصوفية من هذه الطائفة، ولكنهم طائفة ليسوا لا يمثلون حتى الصوفية، حتى الصوفية نفسهم متبرئين منه، وهم الذين غلب عليهم الجهل في السلوك إلى الله وسلكوا إلى الله بمحض أنفسهم، حتى أنهم لم يخرجوا من أنفسهم كما جاء الشرع الشريف، بل دخلوا في الطريق بهواهم وشهواتهم، ثم تكلموا بعد ذلك على مواجيد رأوها وهي من الشيطان، ظنوا أنها حقائق، فظن الناس أنهم ملبسون للحق، ملبسون الباطل على الحق. ولذا يقول: ومن كلامه إن الله لا يعبأ بصاحب حكاية، يعني ادعاء، وإنما يعبأ بصاحب قلب ورواية. وقال: من توهم أن أعماله توصله إلى مأموله الأعلى أو الأدنى فقد ضل عن الطريق. يبقى اعتمد على عمله، واعتماد العمل ده الخذلان كله، إنه اعتمد على نفسه. من توهم، وقال لك من توهم، ما قالش حتى ظن، لأن التوهم هو إدراك الطرف المرجوح اللي هو أقرب طرف بعد الجهل مباشرة، يعني عدم العلم اسمه جهل. لما يبقى فيه احتمال ضئيل ضعيف لشيء قد يكون معلوم لكن لست متأكد منه يسموه توهم، فإذا كان هناك شك بين طرفين يسمى شك، فإذا زاد عن 50% ويشك صار ظنا، فإذا قرب من 90% يسمى ظن راجح، فإذا وصل إلى 100% يسمى يقين. يبقى التوهم ده أو الوهم هو إدراك الطرف المرجوح، إدراك الطرف المرجوح اللي هو أول درجة تخطوها بعد الجهل مباشرة في طريقك إلى العلم، تمر بالوهم فالشك فالظن فالظن الراجح ثم اليقين بهذه الدرجات. من توهم أن أعماله توصله إلى مأموله الأعلى، فده وهم، ما قالش ظن كمان لأنه حقيقتي أنه وهم، أو الأدنى وهي الدنيا، يعني ظن أنه هو حتى الدنيا أتته بجهده. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أوتي الأدنى وهي الدنيا اللي هي مفاتيح الخزائن، هيتركها ويموت، بل اتدفن معاه واتدفنت معاه، لا هو استفاد ولا حتى من بعده استفادوا به، لأنه قال إنما أوتيته على علم عندي. طب خده بقى أدم بعلم عندي، عيش معاه. يبقى ده توهم، وهم، ده مقصود الأدنى وهي الدنيا، حتى في الدنيا لا تصل إليها بجهدك، ولكن الجهد أنت تبذله والله سبحانه وتعالى هو العاطي. من توهم أن أعماله الطاعات والصالحات توصله إلى مقصوده أو مأموله الأعلى وهو الله، أو الأدنى وهو الدنيا إن كان من أهل دنيا، فقد ضل عن الطريق، مش هو ده طريق المسلمين. لأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن ينجي أحدكم عمله. إذا كان النبي قال كده في نفسه، قالوا حتى أمتى يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما لا ينجي من المخوف كيف يبلغ المأمول؟ إذا كان عملك ما نجكش من النار، عملك الصالح وهو أعلى حاجة فيك وهو ذكر الله والطاعة والعبادة، ما نجتكش من النار وهو الشيء المخوف، فكيف يوصلك إلى المطلوب الأعلى
يبقى من باب اولى انك انت تعمل ولا تركن للعمل، تعمل ولكن لا تركن للعمل. فهو يكلم القلوب لا يكلم الجوارح، يعني يكلم القلوب اذا تعلقت بالجوارح حال العمل فتتعلق بالعمل، يقول لا، اجعل تعلق قلبك بالله وجوارحك تعلقها بالعمل، فتكون منشغل في ظاهرك بظاهر الشريعة وأعمال الشريعة، وبقلبك لا تنظر إلى عملك، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله هو الموفق. فما لا ينجي من المخوف كيف يبلغ المأمول؟ ده استفهام استنكاري، يعني كأنه بينكر هذا. ومن صح اعتماده على فضله، يعني على رحمة الله، اللي يصح اعتماده قلبه، لان الاعتماد ده عمل القلب على فكرة. كل كلامهم لما يتكلم على الاعتماد والحاجات دي وعمل القلوب. ومن صح اعتماده على فضله، يعني مع العمل، فذاك الذي يرجى له الوصول. وعشان كده لا حول ولا قوة الا بالله دي كنز من كنوز الجنة، لان مهما اجتهدت في عبادتك فالذي وفقك هو الله، انت لم تفعل شيء، ممكن كان يصرفك كما صرف غيرك اكثر منك عقلا وذكاء واكثر منك فهما وصرفوا، يبقى انت ما وفقكش علشان فيك مزية احسن من غيرك، لا، ده محض فضل من الله. اذا كانت مزية ففي اللي لم يز منك وصرف، وفي اللي اكثر منك عقلا وصرف، وفي اللي اكثر منك مالا وصرف، واقوى منك جارحة وصرف، يبقى كلها رحمة ربك. ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي. الفاتحة لروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي، نسبة إلى بيع الأدم اللي هو الجلد، يعني أدم اللي هو الجلد، الأدمي يعني صانع الجلود أو بائع الجلود، من كبار مشايخ الصوفية وعلمائهم. كان الخراز يعظم شأنه، سيدنا أبو سعيد الخراز كان يعظم شأنه، وهو من أقران الجنيد وصاحب إبراهيم المارستاني، مات سنة 939. يقول في الهامش: قال رأيت في النوم قائلا يقول: أي شيء أصح في الصلاة؟ كان ربنا يعلمهم بالهواتف وهم نائمون من كمال فضل الله عليه. قال رأيت في النوم قائلا يقول: أي شيء أصح في الصلاة؟ يعني إيه أعلى حاجة صحيحة في الصلاة؟ يعني إيه هو المقصد الاعلى من الصلاة؟ قلت: صحة القصد، يعني الاخلاص، ان يبقى قصدك تبقى العبادة لله. فقال هاتف بالرؤية المقصود، لان اذا رأيت القصد فقد رأيت نفسك، ولكن اذا رأيت المقصود فقد رأيت الله. فهو بيتعلم ازاي يعليك، يعني فوق الاخلاص الخلوص، فوق الاخلاص الخلوص. هو بيكلمك على الاخلاص، الاخلاص ده شيء مطلوب، لكن في بقى الخلاص، الخلاص من النفس وشهواته، الا ترى حتى نفسك، الا ترى حتى قصدك، فتفر من قصدك الى المقصود. اي شيء اصح في الصلاة؟ قلت: صحة القصد، الاخلاص. ما هو القصد اللي هو ايه؟ اللي هو النية، والنية اللي هي محل الإخلاص، مش كده برضه؟ هو القصد المطابق للإيه؟ القصد الموافق للعمل، مش كده برضه؟ دي هي النية أو المطابق للعمل. فقال هاتف آخر بالرؤية المقصود بإسقاط رؤية القصد، أي تفر حتى من اختيارك وجهدك في تحقيق الإخلاص إلى الذي أخلصت له، فتفر حتى من عملك، لأن الإخلاص عمل من أعمال القلوب، فتفر من عملك إلى الله سبحانه وتعالى حتى من عملك. وقال رؤية الثواب عند ذكر الله
غفلة عن الله، لأنك تلهيت بإيه؟ بفوائد، بفوائد الذكر لا بالمذكور. وكان قايل لك قبل كده سيدنا مين اللي كنا قرأنا عنه، وكان بيقول سيدنا أبو سعيد الخراز، كان يقول ليكن فرحك بالمعطي لا بالعطاء، ليكن فرحك بالمعطي لا بالعطاء، وليكن تنعمك بالمنعم لا بالنعم. ما هو ده كان ايه؟ كان كان رفيق ابو سعيد الخراز، بل هما الاثنين كانوا صناع جلد، ده بيخيطوا والثاني الظاهر بيبيعوا، يعني هما الاثنين اهل صنعه واحده في الدنيا واهل صنعه واحده في الاخره. ها؟ ربنا يكرم. وعشان كده رؤية الثواب دي تاني درجة، دي تاني درجة في الإخلاص، في إخلاص العوام اللي هو الخوف من العذاب، يعمل العمل خايف من عذاب ربنا بس، ناظر للعذاب وبيعمل العمل، ده إخلاص حلو برضه منجي إن شاء الله، لكن في أعلى منه وهي رؤية الثواب، وفي الأعلى منه هي رؤية الله عز وجل، لا ينظر إلى عذاب ولا إلى ثواب، تاخد بالك ازاي؟ ده اللي اعلى منه. ده يسموه ايه؟ اخلاص الخواص الخواص. يبقى في اخلاص العوام واخلاص الخواص واخلاص خواص الخواص. اخلاص العوام خايف. ليه بتعبد ربك؟ خايف وانا استحمل النار. حلو. المسلمين كلهم يندرجوا تحت هذا، لان مطلوب نخاف من ربنا. بل هي دي بدايتها. هي البدايه كده. لكن بعد ما يذوق حلاوه العباده ويستشعر جلال الله عز وجل يجد نفسه بيعمل مش عشان خائف، علشان لازم يعمل كده، منتظر ايه؟ المنح الربانية، يبقى منتظر الثواب، وبعد كده يلاقي نفسه حتى لو من غير منح ده هو اهل لهذه العبادة، يبقى انت ترقى بعد ذلك الاخلاص خواص الخواص. ادي المعنى. زي انت ابنك في الاول يطيعك طالما بتضربه عشان عيل صغير خايف منك، يقوم يسمع كلامك عشان انت بتضربه، وبعدين لما بيكبر الولد شويه بتبتدي تصاحبه بقى، كل ما يعمل طاعه تديله هدايا، تزود له المصروف، تجيب له هديه، فاصبح بيطيعك علشان ياخد المنح منك، يبقى ارتقى شويه. بعد كده يكبر ويفهم ان كل اللي انت بتقوله له ده مفيد ليه، بغض النظر عن انه ياخد منحه وما ياخدهاش، يقوم يبتدي بعد كده يطيعك، ولا وليس ناظرا الى منحه، وليس ناظرا الى عقاب، وليس ايه ناظرا للعقاب نفسه. فهمت ازاي؟ فهي تدرج. فاللي بيجي يعترض على هذه الاشياء عايزك باستمرار تبقى في الدرجه الاولى، مش عايزك ترتقي، واخد بالك؟ في حين ان الحكايه كلها فيها ترق، فيها ترك. طب ما هو الانبياء والرسل تركوا عبادة الله؟ لم يتركوا عبادة الله، ولكنهم كانوا مأمونون من خوف الله، لان الله سبحانه وتعالى امنهم خلاص. طيب الملائكة لما ربنا امنهم من عذابه تركوا عبادة الله؟ يبقى في عبادة اخرى لا من اجل الخوف فقط، بل نظر إلى جلال الله عز وجل. يبقى ده مقصد تاني وهمة أخرى. والحقيقة ما هي دي البداية، الحافز الأولاني المستمر، لكن بتجد نفسك في مرحلة من المراحل غير ملتفت، مش مهتم، مهتم لكن غير ملتفت. يعني هو هيوصل مرحلة مش هخاف ربه، لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أعلمكم لله وأخشاكم لله. في فرق بين يخشى ربه ويخشى عقاب ربه. بل بعضهم كان ينظر الى حتى المحن التي يعاقبه بها الله انها من الله تبقى خير، يستعذبه من كمال علمه بالله. فكان بعضهم اذا مرض يمكن لا يسال الله العافيه، واخد بالك؟ لانه يرى ان اختيار الله له اعلى من اختيار نفسه. فالمسألة هنا مش خوف من النار، لا، خوف من الله، ولو لم يخلق نار
فدي اعلى. فالانسان المبتدئ بيخاف من النار يقول لك تلسعني، لكن الانسان الثاني اللي راقي يقول حتى لو ما فيش نار انا اخاف ربنا برضه. يبقى في فرق بين من يخاف عذاب الله ومن يخاف الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما قالش نار ربه ولا عقاب ربه، يبقى دي اعلى. ومن دونهما جنتان للي بيخاف عقاب ربه، يبقى ده ناجي وده ناجي، بس ده ناجي في جنتين عاليين والتاني ناجي في جنتين قد على حال. يسموها جنة الافعال والتانية جنة الايه الصفات، وفي جنة الذات واعلاهم جنة الذات. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقالوا الجنتان هي جنة الصفات وجنة ايه الذات، فرارا من جنة الافعال لانه قد فر من افعاله. وقالوا ان ادنى تلذذ هو بجنة الافعال، واعلى تلذذ هو بجنة الذات، وبينها التعامل بالصفات، وكلها ايه جنات. ما هو خوفا من ايه؟ في المبتدئ خوفا من العقاب فقط، ده المبتدئ. المنتهي خوفا من الله. فهمت ازاي؟ فرق طبعا. امال ايه ده، هنيجي شغلان لحد ما نتدرج بعد ذلك الى الهيبه. الهيبه دي حاجه اعلى من الخوف كمان. هو الحقيقه انها دي كلها نسب، لكن لابد ان يكون القلب عايش كل المعاني في وقت واحد. لكن احنا لما بنتكلم بنتكلم في نسب، نسب بتختلف وجودها في القلب في اثناء الوصول الى الله، لكن ما تمحيش الباقي. يعني الانسان في كل لحظه هو خائف من عقاب ربه برضه موجوده، لكن لما كمل معرفته بالله صار عقاب قلبه الخوف، التفات قلبه لعقاب الله مش هو الاساس، وان كان ما زال موجود في القلب. فهمت ازاي؟ فبقى يكلمك على معنى اخر. يعني هو حد هيستهتر بالنار ربنا في اي مرحله؟ لا، مش المعنى كده، لكن المساله تدرج مع بقاء هذه الاشياء. يعني انت مهما تعلمت علوم في الدنيا ما زلت تستفيد بالعلوم اللي خدتها في سنه اولى ابتدائي، ولا استغنيت عنها وانت معاك دكتوراه؟ استغنيت عن اللي خدته في اولى ابتدائي؟ ما هو كله مبني على بعض. فهمت المساله؟ فلما يجي يكلمك على معنى جديد، مش معنى كده ان المعنى الاولاني خطا او انه المعنى الاولاني ليس له وجود في قلب، واخد بالك؟ ادي المعنى. فكله بيشتغل في وقت واحد. سمعت محمد ابن الحسين يقول، سمعت أبا سعيد القرشي يقول، سمعت ابن عطاء يقول: من ألزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفة. يعني لازم تلزم نفسك بآداب الشريعة ظاهرا وباطنا حتى يضيء القلب بنور المعرفة. يبقى هو دلك هو على كل علماء التصوف، هو بيهتم هو بالقرآن والسنة، مش مبتدعين يعني. ما بيألفوا البتاع يكفرون وهم لا يعلمون، يقول لك من ضمن الكفر اتباع الطرق الضالة. الكفر كفر، كالتيجانية والشاذولية ومش عارف اسم كلام. من ضمن الكفر زيارة الأولياء والقبور. مش فاهمين حاجة خالص، مش فاهمين حاجة خالص. من ألزم نفسه آداب الشريعة يعني روضها، ألزمها يعني روضها، روضها بصوت الشرع الشريف. فهمت؟ نور الله قلبه بنور المعرفة. يبقى الشريعة آداب الشريعة علم، ثمرة العلم المعرفة، والمعرفة محلها القلب، والعلم محله العقل. فالعلم اللي هو ايه؟ اللي هو العلم الشرعي محله العقل، لأن العقل مناط التكليف. فإذا فعلت بمقتضى ما علمت بعقلك
وفعلت ما كلفت به انتقلت الى مرحلة اخرى بقى. مش مسألة علم بقى، نور قلبك بالمعرفة، يبقى تدركت بعد ذلك من العلم الى المعرفة، والمعرفة اقوى، ولكن لا تصل اليها الا مرورا بالعقل مع العلم. نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام اشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في اوامره وافعاله واخلاقه. يبقى هو بيردك اقول القدوة الاصلية. مش كانوا بيقول لك ان لا معين الا الله، ولا دليل الا رسول الله، مش كده برضو، ولا زاد الا التقوى، ولا عمل الا الصبر على العمل، احب الاعمال ادومها وان قل، يعني الصبر على العمل. ولا مقام اشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في اوامره وافعاله واخلاقه. وقال ابن عطاء: اعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل، وغفلتي عن اوامره ونواهيه، وغفلته عن اداب معاملته. يبقى الاداب اعلى من الاوامر والنواهي، يعني اعلى شوية، مرحلة اعلى، لان الاوامر والنواهي ان تفعل ما امرت به وان تنتهي عما نهيت عنه، اما الاداب اي تفعل الامر وتتجنب النهي متأدبا بأداب الشريعة. يبقى الأداب كأن الأداب زينة التي تزين حالك في أثناء تجنبك للنواهي وفعلك للأوامر. الله سبحانه وتعالى لك أقيموا الصلاة، أمر تقوم تصلي، يبقى تلتزم أداب الصلاة التي فعلها النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي. تيجي بالأداب بقى، واخد بالك ازاي؟ يبقى الأمر أقم الصلاة، والاداب صلوا كما رايتموني اصلي. فهمت ازاي؟ يبقى الادب اللي هو زي الانسان وظاهره حال امتثاله اوامر الله عز وجل. يبقى الحكايه مكمله لبعضها. سمعت ابا عبد الله الشيرازي رحمه الله يقول: سمعت عبد الرحمن بن احمد الصوفي يقول: سمعت احمد بن عطاء يقول: كلما سئلت عنه فاطلبه في مفازة العلم. يا سلام، شبه العلم اللي هو الموصل الى الله بمفازة، يعني صحراء، والصحارى ممكن تتوه فيها، وعشان كده العلم فعلا ممكن يكون سببا للوصول وسببا للحجاب. زي ما تعدي صحراء، لو مشيت في الطريق السليم هتوصل مقصودك، تهت في الصحراء خلاص تتوه عن مقصودك. فشبه العلم بالمفازة، شفت الجمال، ليبين سعته اولا، وان العلم واسع فهو كالصحراء الواسعة، وان سعته لو لم تكن مصحوبة بتوفيق الله عز وجل قد تضيع الانسان ويتجعله محجوب عن الله عز وجل. حجب بالعلم عن المعلوم، حجب بالعلم عن المعلوم، حجب بالدليل عن المدلول، حجب بالقصد عن المقصود. شفت قد ايه؟ عشان كده اما يختار الالفاظ يختاروها منورين. فيقول ايه؟ كلما سئلت عنه، لما تيجي تسال عن اي شيء في السلوك الى الله وعايز الاجابه لازم تجيبها من العلم الشرعي، مش تجيبها بهواك ونفسك وفهمك، فاطلبها من مفازه العلم. وجابها بالمفازه فيها نوع الفوز، وكأن العالم يفوز ببغيته ومقصوده، وفي نفس الوقت فيها معنى المهلكة، لأنه قد يستهلك في طلب العلم قبل أن يصل إلى المعلوم. وهم العرب سمت الصحراء مفازة من باب إيه؟ من باب التيمن، زي ما كانوا يقولوا على المريض سليم، ما يقولوش ليه، من باب الفأل الحسن، يقول على المريض سليم، ويقول على الصحراء المهلكة مفازة، بدل ما يقول عليها مهلكة. هي مهلكة بتسميها مفازة، علشان ايه؟ كان العرب تحب الفأل الحسن. نعم. كلما سئلت عنه
فاطلبه في مفازة العلم. طيب فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة. والحكمة هي بقى إيه؟ عصارة العلم، خلاصة العلم مع الحقيقة، اللي هي المعرفة دي الحكمة. وعشان كده ليس كل عالم حكيم، لكن كل حكيم عالم، لأن الحكمة هو الحكمة هي مقصود العلم نفسه، مقصود العلم نفسه الوصول إلى الحق والحقيقة، واخد بالك؟ فتبقى دي الحكمة. كلما سئلت عنه فاطلبه في مفازة العلم. والعلم مجاله القرآن والسنة والإجماع والقياس واجتهاد الصحابة وقضاء القضاء على مر العصور عشان تستفيد بفعل الفقهاء، وما كل ده علم. فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة. افرض ما وجدتوش في حاجة، ارجع إلى مقاصد الشرع الشريف تعرف في ميدان الحكمة. فإن لم تجده فزنه بالتوحيد، هل هذا يليق بالله عز وجل أو لا يليق؟ كلما كان فيه تنزيه يبقى يليق. لم تجده في مفازة العلم ولم تجده في ميدان الحكمة، طرأ عليك وارد، طرأ عليك وجد، طرأ عليك أمر، عرضت عليك شبهة في ذهنك وأنت في طريقك إلى الله وتريد حلها، تطلبها من العلم، لم تجدها من الحكمة، لم تجدها، زنها بميزان علم التوحيد الذي يقوم على أساس تنزيه الله عز وجل، فهتجدها في حاجة في دول. فإن لم تجده فزنه بالتوحيد، وهو بالتبري عن نسبة ما يليق ما لا يليق إلى الله عز وجل، بالتبري عن نسبة ما لا يليق إلى الله عز وجل. فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة، ما وجدتلوش حاجة خالص، يبقى ارميه بقى خلاص، ده كلام فارغ، دي أوهام بقى، أوهام ووساوس وهواجس، اتركها بقى. فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان، يبقى وسوسة، يبقى وسوسة من الشيطان. ومنهم أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد الخواص، نسبة لصناعة الخوص. الفاتحة لروحي. أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد الخواص، غير الخواص بتاع مصر، سيدنا علي الخواص ده واحد تاني، في جيل تاني خالص. من أقرأ ده كان شيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني، لكن احنا بنتكلم هنا على خواص تاني. من أقران الجنيد، ده في القرن الثلاث قرون الأولى، من أقران الجنيد والنوري، وله في التوكل والرياضات حظ كبير. مات بالري سنة 91 و200، كان مبطونا، يعني عنده إسهال مزمن، ويبدو ان الإسهال المزمن ده كان بيخليه باستمرار يفلت منه حاجة جدا، دائم حدث يعني، لان اصل التحكم العضلة القابضة دي علشان تقبض كويس لازم يبقى اندفاع التيار البراز اضعف منها، تكون هي اقوى عشان تحكمه. لكن افرض الواحد عنده اسهال شديد، عارف اللي عنده الكوليرا، يعمل على روحه بالرغم ان العضلة عنده كويس، لان الدفعة شديدة تقوم تفلت حتى من العضلة القبضة غصب عنه، واخد بالك؟ واحيانا يكون الخروج الحاجة بدون تحكم عشان العضلة نفسها ضعيفة مريضة فيها شلل، يبقى الحكاية عايزة توازن، الامور كلها عايزة توازن. فالظاهر هو كان عنده ده الاسهال الشديد ده، فكان اما يجي يقف يفلت منه حاجة، وكان صابر على هذا رحمهم الله. كان مبطونا، فكان كلما قام توضأ، كل ما يقوم يفلت منه حاجة، يروح يتوضأ ويشرف نفسه، واخد بالك؟ يبقى ابتلاء شديد مش سهل، بالذات عند المسلمين دي
عملية بتزعجهم قوي، حكاية انفلات الريح وانفلات البراز دي وانفلات البول، بتنكد نكد على العباد مفيش بعد كده نكد. فكان مسكين كان هو في هذه الأزمة، فكان كلما قام يروح يتوضى كأنه ما بيسندش نفسه إلا هو قاعد، لأن عضلة ضعيفة أو الإسهال شديد سريع قوي، واخد بالك؟ فكان كلما قام توضأ وعاد إلى المسجد وصلى ركعتين، فدخل مر الماء فمات، غرق الظاهر، راح بقى يستحمى ولا حاجة فغرق، مات غريق رحمه الله. بيبقى له عذر دائم الحدث. ما هو دائم الحدث ده بقى ايه؟ ليه احكام، انه يتوضأ بعد دخول الوقت وينوي نية استباحة الصلاة، لا رفع الحدث لان الحدث مستمر، تكون نيته كده استباحة الصلاة لا رفع الحدث، ويكون الموالاة في الوضوء واجب في حقه لانه سنة في غير دائم الحدث، موالاة الوضوء لأعضاء ورا بعضها دي سنة وتجب عند دائم الحدث. متى تجب الموالاة؟ يسألك كده الشافعية لما يسألوك في الامتحان، بس الموالاة واجبة عند الملكية في كل حال في الوضوء، لكن الشافعية عندهم الموالاة سنة والترتيب واجب. متى تجب الموالاة عند الشافعية يبقوا زي الملكية؟ يقولك عند دائم الحدث، لأن دي طهارة ضرورة. وبعدين يصلي فرد واحد بهذا الوضوء وما شاء من النوافل، بياخد بالعزيمة، ممكن هو بياخد بالعزيمة، لأنه دائم الحدث ده أنواع، في واحد دائم الحدث يعني بيحصل منه أحيان وأحيان لأ، فيتحين الأوقات فيصلي في الأوقات دي، ربما هو كان من النوع ده، وفي واحد تاني دائم ده مستمر على طول، يعني في واحد أحيانا تفلت منه أحيانا ما تفلتش، ففي الحالات اللي زي دي هو بيتحين عبادته في الفترات اللي ما تفلتش عشان تبقى عبادة جاية صح، خدت بالك ازاي؟ انما في دائم حدث يعني نازل على طول منه زي بول قاعد ينقط منه طول النهار، طول النهار قاعد ينقط منه، خدت بالك؟ يبقى في الحالة دي ده الاحكام بتاعته اللي احنا بنقولها دي، اللي هو دائم الحدث مش متقطع الحدث. متقطع الحدث دي بقى ليه احكام، بيلتقط من الاوقات، زي واحدة عندها استحاضة ينزل عليها دم على طول في غير موعد الحيض، لكن بينزل عليها مثلا 3 ساعات في النهار وبقيه النهار مقطوع، هي عارفه كده، تقوم تتحين عبادتها في الوقت الانقطاع الدم، تخلي عبادتها في وقت انقطاع الدم، ما تجيش بقى تتعبد في نفس ال3 ساعات بتوع، طب ما عندها اليوم 24 ساعه، هي بتلاحظ ان الدم بيجي لها في اوقات معينه، كل يوم الساعه 9 الصبح والساعه 12 الظهر والساعه 4 وبعد العشاء مره وبعد كده لحد الفجر ما فيش حاجه، خلاص بقى. فهمت ازاي؟ عرفت، يبقى في الحاله دي هتتوضا في الاوقات اللي هي عارفه ان ايه، ان الحدث ده اسمه متقطع الحدث، انما دائم الحدث ده حنفيه سايبه على طول، يبقى ساعتها بينتقد وضوءه بكل الاحداث غير الحدث اللي هو فيه العذر. يعني مثلا هو توضا من اجل انفلات الريح، ولكنه هنا في الحاله دي تبول، يبقى البول ينقض وضوءه لكن انفلات الريح ما ينقضش. فهمت ازاي؟ لانه حدث انفلات الريح، لكن ينتقد بايه؟ بمس ذكري، ينتقد وضوءه بخروج البراز، لان انت حدثك هي انفلات الريح، خدت بالك؟ فكل واحد على حسب الحدث بتاعه. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت ابا بكر الرازي يقول، سمعت الخواص يقول، ليس العلم بكثره الروايه، انما العلم من اتبع العلم واستعمله. يعني العلم مش هو كثرة تحصيل علوم كثيرة دون العمل بها، لا، العلم هو العمل بما علمت، هو ده العلم المفيد صحيح، خدت بالك؟ يعني تستفيد ايه واحد بيقرأ القرآن بالقراءات العشر لكن ما بيعملش بالقرآن، واحد تاني بيقرأ القرآن برواية واحدة، برواية حفص عن عاصم من طريق الفيل، ما يعرفش الا دي تمثل واحد على 1000 من القرآن، لأن فيها نحو 1000 طريق تجمعه، يعني تمثل واحد على 1000 من القرآن، القرآن مش قايل في طيبة الناس فيها نحو 1000 طريق تجمعه، هو ما يعرفش إلا واحد على 1000 من القرآن،
لكن بينفذ تعاليم القرآن. يبقى ده أفيد من اللي حافظ القرآن بالألف طريق وما بيعملش بالقرآن. فالمسألة مش مسألة كثرة رواية. المسألة علم وسلوك. علم مع سلوك. فهمت المسألة بقى؟ ليس العلم بكثرة الرواية. واحد تاني حافظ الأحاديث وحدثنا فلان عن فلان وده اتولد سنة كذا ومات سنة كذا ومشايخه كذا وقال وطبقته كذا، حافظ كل الحاجات دي حافظها ما شاء الله. ايه ده؟ ايه ده الجمال ده؟ حافظ كل حاجة. وبعدين يدن الأذان ما يقومش يصلي. استفاد ايه؟ التاني الراجل اللي قاعد بيبيع بطيخ على باب الأزهر ما يعرفش غير سعر البطيخ وحافظ يمكن كل والله واحد والفتح ويعرف نواقض الوضوء إجمالا. راجل عامي على قد حاله، لكن يسمع الأذان يسارع يصلي. مين أحسن؟ اللي يسمع الأذان ده ويجي يصلي على طول، يعني الحكاية مش كثرة رواية، سلوك. فهمت ازاي؟ بل كثرة الرواية مع عدم السلوك حجة على صاحبه. حجة على صاحبه توديه في داهية. فهمت؟ ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله. واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. راجل على قد حاله كده يعرف حاجتين. زي ما بيقول لك كان زمان في أثناء الطواف بيطوفوا، كان في بعض الأولياء الصالحين موجودين وكانوا يحبوا ساعات يهزروا كده. ففي مجموعة أولياء بتطوف وبعدين شافوا واحد كده بيطوف، قالوا له أنت ما نزلتلكش ورقة من على ظهر الكعبة في آخر الطواف تقول لك إنك أنت ربنا سبحانه وتعالى عتقك من النار؟ قال له لا والله. قال له ايه ده؟ يبقى انت كده ما طفتش، كل الناس اللي بتطوف دي معاها ورق، ده انت غلبان خالص. الراجل قاعد يطوف ويقول يا رب ورق، هو مش فاهم، هو متصور انه هتنزل. هما بقى بيهزروا معاه، بس هما ايه، هما نفسهم ما نزلتلهمش ورق. فقعد يلف ويبكي حوالين الكعبه، حس ان هو خلاص مطرود ويئس لحد ما ربنا نزل له ورقه من فوق الميزان كرامه ليه، وهو انسان عامي خالص. وخد الورقه دي وراها لهم ويقول لك وجدوها يقروها من جميع الجهات، مكتوبه انه عتق من النار وتتقري من جميع الجهات، يعملها بالمشقلب كده كده يلاقي كده. فتعجبوا. فربنا عند حسن ظن الانسان. فهمت ازاي؟ ظن الانسان ولو انسان بسيط الحال. فالحكايه يعني سبها على الله. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول، سمعت الأزدية يقول، سمعت الخواص يقول، دواء القلب خمسة أشياء، مش إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني غير مريض. طيب تداوي أنت قلبك بإيه؟ قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن يعني باستمرار، ما تبقاش شبعان ولا جعان جوع قاتل، تبقى كده عادي. يعني احلى وقت هو الوقت اللي انت لا تبقى شبعان فيه ولا جعان جوع قاتل، هو ده وقت الانتاج صحيح، انتاج العبادة وانتاج في الدنيا وفي انتاج في اي حاجة. انما اول ما تمتلئ بطنك عايز تنام بقى، واول ما يعصرك الجوع الشديد او يضعف بدنك، لا، خواء البطن ده رشاقة كده، واخد بالك، تبقى مستريح. قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن، لأن لو بطنك مليانة هتشغلك، إما هتشغلك عايز تخش الحمام، ما أنت واكل كرات وبصل وبقدونس وشغلانات بقى وعايز تخش الحمام، فبطنك بقى قاعدة قنابل جوه. يعني هتتعلم إمتى؟ أنت قاعد بقى مخك في بطنك. أو يكون بطنك قاعدة إيه، بتصوت من كتر الجوع، بقالك ثلاث أربع أيام ما دقتش حاجة. هتتعلم إزاي طيب أنت في الوقت ده؟ ما ينفعش، لا ده مناسب ولا ده مناسب. المناسب انك انت تبقى قاعد مستريح. قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل. خد بالك ان الجوع يعني عدم الشبع الزائد يعينك على قلة النوم، فتلاقي عندك بركة في يومك، ما بتنامش بقى كتير بقى عندك بركة في يومك، فتقوم تقيم الليل. انما انت لما تتعشى وتملى بطنك هتلاقي نفسك قمت بعد شروق الشمس بساعتين ثلاثة، لان خلاص بقى مليت بطن. لكن اتعشى عشاء خفيف كده خفيف ونام، تلاقي نفسك تقوم نشيط لصلاه الفجر مبسوط وسعيد. يبقى العلماء دول علماء جربوا وعارفين
والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل إلا إذا جاع، وإذا أكل لا يشبع، وغالب أكل النبي أكل المتعجل، يعني كان غالب حال النبي أكله أكل المتعجل. أنا بيجي لي بعض المرضى اللي عندهم سمنة مفرطة، سمنة مفرطة يعني إيه؟ يعني مش تخين، لا تخين في شلة، مش تخين بس، في تخين وفي تخين في شلة، وفي تخين فيل أعلى من الفشلة كمان، واخد بالك؟ في ناس كده يعني. أنا كان جالي عيان عنده 25 سنة، شاب طوله 155 سنتي يعني قد كده، ووزنه 250 كيلو، حاجة كده كورة مدورة، كانش بيخش من باب العيادة إلا بجنب، عملنا له تدبيس معدة يعني عشان يقلل الأكل شوية، عملية جديدة كده بتتعمل، بس الحمد لله خس بقى إيه؟ بقى 190 كيلو، فرحان جدا، بقى فرحان جدا، بقى يخش العياده حتى يمدي وشه كده الباب المكان يدخل بجنب، يعني احسن شويه. السمنه المفرطه الزائده دي، واخد بالك ازاي؟ كنت انا اقول للمرضى التخان، اصل السمنه المفرطه دي ملهاش حل الا جراحه، ده فلت خلاص، هتقول له بطل اكل، مش هينفع بطل، لازم اصل هو بياكل من الحله مش من الطبق، يعني حاجه فظيع، بياكلوا اكل على طول فظيع، وفي الاخر يقول انا اكلت، هو انا باكل يا بيه؟ وانا لا اكل، وتيجي تسال مراته بياكل ايه؟ تقول ده بياكل من ده انا بصحى بالليل الاقي الثلاجه فضيت، والله مراته تقول لي كده، حاجات غريبه. فالحل علشان ما تتخنش، احنا مش عايزينك تبقى في شله ولا فيل، احنا عايزينك ما تتخنش اصلا، يعني يبقى وزنك كده مناسب حلو، تعمل ايه؟ تمشي على سنه النبي في الاكل، انك تاكل اكل المتعجل وما تاكلش الا زجوات، وما تيجي تاكل كل اكل المتعجل. يعني ايه المتعجل؟ يعني تصور كده ان في واحد واقف مستنيك على باب العماره تحت وبيديك كلاكس، يلا تعالى علشان في امر مهم قوي، وبعدين انت عايز تاكل، شوف انت هتاكل ازاي، خلي اكلك كده بقى. أو كان أكل النبي كده، كان أكل المتعجل على طول صلى الله عليه وسلم، درجة كان يبقى قاعد ساعات إيه إحنا نسميها قاعد على رفيسه، أو يبقى قاعد على رفيسه في أحوال كثيرة، واخد بالك إزاي؟ تقوم إيه؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا كده كمان، ده كان الصحابة كانوا يتباروا من خفة لحمهم، إنه إزاي ينط يركب الفرس والفرس بيجري، واخد بالك؟ يجيب الفرس يروح مجريه كده وهو واقف هنا، ويروح ناطط ويروح راكب الفرس وهو بيجري. ما هم دول اللي غزوا العالم. الصحابه بالحاله دي هم دول كانوا فرسان. غزوا العالم. انما هات لي واحد كرش قدامه كده هيجاهد يعمل ايه ده؟ ده كفايه انه بيجاهد انه يقوم يتنقل من العمود ده للعمود ده، ده جهاد لوحده. فيبقى الواحد لازم يعمل ياخد باله من الحكايه، لانه بيمرض نفسه مسكين. اولا ركبه هتوجعه، هيضطر يصلي من قعود، واحنا الصلاه الكامله من قيام، يبقى حرم كمال العباده. صحيح هو معذور انا معاك، طب بس انت برضو انت اللي كنت السبب في انك انت حرمت كمال العباده. انت تروح في الحج تبص تلاقي كل المصريين فوق المصريين كله، ركبهم وجعاهم، وكل واحد كرشه قد كده سواء ست ولا راجل، وقاعدين مستنيين الاتوبيس من عرفات ينقلهم، ويتخانقوا مع السواق ما جاش وجاء، تبص تلاقي بقيه الحجاج الباكستانيين والهنود كلهم ايه؟ رفيعين حلوين كده، والجزائريين كمان. تلاقيهم كلهم واخدين طريق المشاه وماشيين. والمصريين كل واحد بقى ايه كرشه قدامه مستني الاتوبيس. ما يقدرش يمشي، هيمشي يعمل ايه ده غلبان؟ ويفضلوا يبقى بدل ما يقول لبيك اللهم لبيك قاعد يتخانق مع الراجل بتاع الاتوبيس. اتاخرت وهتودينا امتى؟ يا عم اشغل نفسك في الطاعه. فالتخن بيتبني عليه مشاكل مش سهله، يعني حتى في العباده تلاقي نفسك مش مستريح. مش عارف حتى تفرح بالطواف، مش عارف تفرح بالسعي، مش عارف تفرح بالصلاة. يعني كانت في واحدة قريبتنا الله يرحمها، كانت لما تيجي تصلي وهي بتصلي تقول يا ركبي جوه الصلاة. أقول لها كده كده صلاتك تبطل، قالت لي ربنا رحيم يا أخي، تبطل ليه؟ مش ركبي بتوجعني؟ يا ستي ما تتكلميش تقولي يا ركبي، معلش. وكانت مستجابة الدعوة مجربينها يعني ورحمها الله. فيعني ليه الإنسان يوصل نفسه للمرحلة دي وهو في إيده إن يبقى حاجة جميلة كده ويبقى مستريح.
عشان كده شوف كل اكل المتعجل وما تاكلش الا اذا جوعت، وما تخليش نفسك تجوع الجوع الشديد. اصل واحد يقول لك انا زي انا ما باكلش الا وجبه واحده طول النهار في الشغل واروح بيتي هي وجبه، ما انت بتروح بقى ميت، تروح قايم كل بالسفره في حالك، ما ينفعش. عارف انت ابنك الصغير تلاقيه مسلوع كده وتروح للدكتور تقول له، تقول الدكتور يقول لك الواد ده مالك خاسس كده ايه؟ تقول له ايه؟ اصله بيرمرم. يعني ايه بيرمرم؟ يعني طول النهار بقه شغال حاجات خفيفه كده. يوم يجي ساعه الاكل بقى نفسه مسدود، ما ياكلش كتير. خدت بالك؟ لكن انت ما بتعملش كده، انت بتسيب نفسك لما تبقى ميت من الجوع وتروح قاعد بقى تغرف طبق واثنين والثلاثه واربعه، تروح جايب القديم والجديد، ما ينفعش. لكن انت كل خفيف 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 خفيف، وجبات صغيره، واخد بالك؟ وما تاكل كل وجبه كل اكل المتعجل، واخد بالك ازاي؟ هتلاقي نفسك طول عمرك رشيق وحلو كده ومستريح بقى. تقوم تيجي تذكر ربك مش عايز تدخل الحمام، اتوضيت عشان تقرا القران من وضوء، لان قراءه القران على وضوء اعلى منها على غير وضوء كتير. تيجي يا دوب تتوضى علشان تقرا القران تبص تلاقي ايه؟ الغازات شغال وبطنك مضايقاك، تضطر تنقض وضوءك تاني، تروح مكسل تتوضى تاني، تروح مكسل تقرا القران. ما هو ده اللي بيحصل. خدت بالك ازاي؟ لكن انت لما تبقى راجل رشيق كده تلاقي عمرك بقى ايه؟ بقى ممدود، ده في بركه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال ايه؟ نحن قوم لا ناكل الا اذا جوعنا واذا اكلنا ايه؟ لا نشبع. امشي على السنه الجميله دي، ما تشوفش الاوزان العجيبه اللي انت بتشوفها. وتروح تحج ما تمشيش مع المصريين، تمشي في طريق المشاة. تتعجب والله رشاقه كده وناس حلوين شين كده حلو، واخد بقى و90 سنه والله و80 سنه. انا شفت واد باكستاني شايل امه على ظهره في طريق المشاة ومراته ماسكه لهم الشمسيه. يعني هو شايل امه ومراته جنبيه شايل، والله كنت عايز اصوره، حاجه منظر عجيب. فبيقول اصل انا نادر ان انا احج وانا شايلها ماشي، نادرت. فجاي بيوفي على نفسه شايل. وبعدين امه دي ايه؟ وزنها بتاع 40 كيلو 35 كيلو، حاجه حلوه كده يعرف يشيلها طيب. مش حاجه زي الرزيه. وهو وزنه بتاع 60 كيلو. يعني 60 كيلو شايل له 35 40 كيلو ماشي الحكايه، يمشي. واخد بالك ازاي؟ وماشيين وقضوا الحج ماشي، وحاجه جميل. شفتهم واحنا رايحين عرفات، وشفتهم واحنا راجعين على مزدلفه، سبحان الله، مع انه ما عرفوش، لكن كمان منظره شكله كده بقيت اشوفه كذا حته. وفي الطواف شفته يطوف وشايل امه بقى ومراته معاه جايبها مخصوص للشمسيه. فحاجات يعني جميله كده، لما تبقى خفيف خفيف تبقى جميل. شوف كلام العلماء هنا، عشان عمرك، اصل عمرك قصير، دي الحقيقه. انت ما تحسب 8 ساعات نوم في اليوم، يعني تلت عمرك نايم. يعني لو عشت 60 سنه منهم 20 سنه نايم، واخد بالك؟ لو بتنام 8 ساعات فما بالك في ناس بتنام 10 ساعات. ولو دخلت الحمام 3 4 مرات في اليوم، وكل مره بتاخد الجورنال تقعد تقراه كمان، يعني بتقعد ساعه، يعني ضيعت 3 ساعات كمان في اليوم. 3 ساعات حمام و8 ساعات نوم 11 ساعه، وبعدين ساعتين اكل، ادي 13 ساعه. يعني كانك انت، وبعدين بتشتغل شغلك كمان 8 ساعات، يعني فاضل لك مع ربك قد ايه يعني؟ ولا حاجه، ولا حاجه بقى. وقت المسلسل جه خلاص خلصنا. فخد بالك، خد بالك، لان عمرك قصير فعلا. لما تنظر ايه المطلوب منك، عمرك قصير فعلا مهما طال بيك العمر. فبيقول ايه؟ قراءه القران بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر. التضرع عند السحر، تقول يا رب يا رب اشفي قلبي، يا رب يا رب اهدي قلبي. كان غالب دعاء النبي يقول ايه؟ يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. يا سلام. فسئل صلى الله عليه وسلم فقال ما من قلب عبد الا بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. التانيين الوهابيه يقول لك شوف لي صوابع. الله، لي صوابع بعدد قلوب الخلق يعني؟ يعني ايه كم صباع بقى؟ اذا كان المصريين عايزين 60 مليون في 2 يبقى عايزين 120 مليون صباع، ده المصريين بس، واخد بالك ازاي؟ فما بالك بقى بقيه الجنسيات؟ يبقى افهم المساله مش مساله جوارح، المساله ما تنسبش الجوارح الى الله، ما يلقش. افهم بقى واطلع من الجسميه اللي انت فيها دي والتجسيم اللي انت فيه ده فوق، ده ربك.
رب العالمين سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه. يقول لا انسب اليه كل ما نسبه النبي له وكل يا جدع انت جلف. هو النبي صلى الله عليه وسلم نسب الجارحه؟ حاجه غريبه قوي. النبي ما نسبش الجارحه، النبي بيكلم عربي فاهم، والعربي لما يبقى فاهم يفهم على طول. لكن انت مش عربي ولا عربي ولا حصلت حاجه. هو انت لما تقول للواحد حكومة مصر في قبضة حسني مبارك معناه تفتح كف حسني مبارك تلاقي العتبة مدان العتبة؟ ولا تحت حكمه، تحت أمره، تحت سلطانه؟ يبقى دي كلام العرب اللي يفهموه كده. فهمت ازاي؟ والقرآن عربي. فازاي تنسب صفات الله بالحقيقة وتيجي للنبي تقول له نور على الحقيقة يقول لك لا مجاز؟ اشمعنى في النبي تخليها مجاز؟ ما النبي مخلوق، ده الحملة على الحقيقة في المخلوق أولى. يعني حمل الصفات على الحقيقة في المخلوق أولى. يقول لك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يقول لك لا النور هو القرآن، النبي مش نور، النبي من طين. الله. طب ما هو إيه المشكلة يعني طين منور؟ إيه يعني؟ حاجات غريبة الشكل. طب ليه يا ابني؟ يقول لك أصل نحملها على المجاز نور معنوي. ما أنتوا لسه بتقولوا ما فيش مجاز في القرآن من لحظة. في صفات الله عز وجل تنكر المجاز وهي من باب أولى، لأن الله ليس بمخلوق ليس كمثله شيء، وتيجي في المخلوق تقوم تثبت له المجاز. حاجة غريبة الشكل، صح؟ طريقة غريبة. سراجا منيرا، ربنا قايل على النبي كده سراجا منيرا، يبقى نحملها على الحقيقة ولا المجاز؟ يقول لك لا في النبي نحملها على المجاز، وفي ربنا منير يبقى منور هو نور. الله الله، ازاي كده؟ ازاي كده؟ افهم. طب المخلوق له مثل والله ليس كمثله شيء، فيبقى من باب اولى بقى ان الله نحملها على المجاز العكس. لكن شفت انطمست بصيرتهم؟ حملوا الصفات على المخلوق على المجاز، والصفات في الله عز وجل حملوها على الحقيقه، ويعايروا الاشعريه يقول لك اصل الاشعريه ضلاليه. ضلاليه؟ والله مش عارف مين اللي ضلالي. ربنا هيحكم بين العباد. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ما من قلب ابن ادم، شوف كلام النبي، الا بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وما سميت القلوب قلوب الا لتقلبها. عشان كده التضرع عند السحر ده امر هام، لان دعاء مستجاب في الوقت ده. ومجالسه الصالحين، في اي وقت، لكن تتحرى برضه، تتحرى الاوقات، يعني انت لما تسال الله في اي وقت خلاص كويس، لكن لا شك ان في اوقات افضل من اوقات. يعني دبر الصلوات المفروضات اعلى قبولا من دبر الصلوات النوافل. يعني لما تدعي بعد الصلاه الفريضه اعلى ما تدعي بعد صلاه النافله، وهنا برضه دعاء مستجاب بعد الصلاه مطلق. ان كانت فريضه تكون اعلى اجابه، وان كانت فريضه في رمضان أعلى وأعلى، وإن كانت فريضة في رمضان في الحرمين أعلى وأعلى، وهكذا. فبتتحرى أنت المواضع دي. وأعلى الدعاء في صلاة النافلة الليلية، وإن كان في النافلة النهارية أيضا الدعاء مستجاب، لكن أعلى. كل ده أرجى، كل دي مواطن رجاء الدعاء. لكن أهم حاجة يستجاب إمتى؟ ما هو في وقت وفي حالك، في وقت الدعاء وفي حالك عند الدعاء. حالك عند الدعاء أن تكون مضطرا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، تستشعر الاضطرار إلى مولاك. يبقى في أي وقت تستجاب على طول، يبقى حالك الاضطرار وتتحرى الأوقات. يبقى حالك الاضطرار. سيدنا علي زين العابدين كان يقول إيه في دعاءه؟ اللهم إني أدعوك دعاء الغريق الغريب. الغريق الغريب الذي لا يملك شيء ولا يعرف شيء ولا يعرفه أحد. يعني شوف كمال الاضطرار. شوف انت بقى غرقان في بحر في ضلمه في حته غريبه انت فيها وما فيهاش كمان مخلوق، شوف هتدعي ربك تبقى حالك ايه بقى؟ هو بقى بيدعو ربنا كده وهو قاعد في بيته، لانه ده استشعار. شوف النبي لما كان يستشعر الاضطرار يقول ايه؟ لا تكلني لنفسي طرفه عين ولا لاحد من خلقي. كمال الاضطرار. امن يجيب المضطر اذا دعاه؟ فهمت؟
ومجالسة الصالحين ده أمر هام، لأن معرفة الصالحين بتوفر عليك كتير. توفر يعني أنت لما تجلس مع أحد الصالحين كده، مجرد النظر إليه أحيانا يرقق شعورك، وأحيانا يدي لك معنى كان غائب عنك، مش شرط يتكلم. يعني كان في بعض الناس الصالحين اللي احنا عرفناهم، والله كنا نروح نقعد معاهم وهم ساكتين، مرضى كبار، ناس في السن كبار مش قادر حتى يتكلم، نروح كده نعوده ونقعد معاه شويه وتننا ماشيين. تبص تلاقي ربنا يعلمك حاجات وانت قاعد معاهم، ومعاني وانت قاعد وهو ساكت، كان القلوب بتتكلم بقى، حاجات غريبه. فيعني اهل اسرار، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي بالنظره، النبي كان يربي بالنظره، كان يبص كده بس خلاص يتقلب البني ادم اللي قدامه، يتقلب ان كان من اهل السعاده، وان كان مش من اهل السعاده. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، واخد بالك ازاي؟ فالنظر الى الصالحين عباده، النظر الى الكعبه عباده ولا مش كده عباده؟ طب ما هو الصالح اعلى من الكعبه، ده الكعبه ما اتعملتش الا من اجل الصالحين، يبقى النظر للصالح عباده. فهمت ازاي؟ للي يفهم، لو كان الوهابية في ايدهم، في ايد الوهابية الشرع الشريف، كانوا لغوا الطواف، لان تعظيم للاحجار وتعظيم كل ما سوى الله شرك، واحنا بنلف حوالين احجار والاحجار عبدت من دون الله، اهدم الكعبة يا ولد. المخ الوهاب، انما المسألة مش كده، المسألة مش كده خالص. فهمت ازاي؟ انك انت تسد الذرائع في مظنه، سد الذرائع يكون في مظنه مش في غير مظنه. ومن اقوالي ايوه، ايه حال الناس يعني حج الناس؟ اسالهم يا سيدي، الله قاهر فوق عباده سبحانه. من أقواله المفاخرة والمكاثرة يمنعان الراحة. خد بالك الكلام الجميل، المفاخرة والمكاثرة. عايز أنت تفاخر الناس بالمكاسب بتاعتك، فهمت ازاي؟ وعايز تكثر من إيه؟ من متع الدنيا، تقوم تعمل إيه؟ تشتغل ليل نهار، يمنعك الراحة. المفاخرة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، مش كده برضو؟ المفاخرة والمكاثرة يمنعان الراحة. والعجب، الإعجاب الإنسان بنفسه، يمنع معرفة عيوب النفس، اللي هو فطوطة، مذهب فطوطة. عارف مذهب فطوطة؟ يقول لك هقطع نفسي، حتى هو بيقلقل الفاء يقول لك نفسي، هقطع نفسي. خدت بالك ازاي؟ يعني هو شايف نفسه بيعمل اللي عليه زيادة، الناس كلها اللي وحشة هو مقطع نفسه، هيشوف عيوب نفسه امتى بقى؟ ما ده فطوطة ده. ماذا فطوطة الذي انتشر. والعب يمنع معرفة عيوب النفس، والتكبر يمنع معرفة الصواب، لأن المتكبر مش عايز ينزل، عايز يبقى هو صح على طول. كبره كده يقوم يمنعه من معرفة الصواب، أنا صح، أنا اللي فاهم وكله مش فاهم. أنا اللي شايف وكله مش شايف. يبقى هيشوف هيعرف الصواب إمتى؟ إذا كان هو كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. زي الكوز المقلوب كده، النبي شبهها. يقول لك حتى يصير قلبه كالكوز مجخية، يعني مقلوب. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. يبقى هيشوف عيوب نفسه امتى؟ او يعرف الصح امتى؟ والبخل يمنع الورع. البخل، ما هو الورع ايه؟ التعامل فيما تحقق حله. حاجه حلال 100% اعملها. حاجه انا مشتبهه عندي، ناس تقول حلال وناس تقول حرام ابعد عنها. فهمت ازاي؟ هدي لك مثال ازاي البخل يمنع الورع. هو عنده بطة، البطة دي بتطلع في الروح، فراح لحقها بالسكينة وراح واكلها، احتمال تكون ميتة واحتمال تكون حلال. هو عشان بخيل كلها،
لكن لو هو مش بخيل كان سابها ما رضاش ياكلها. يقول لك يا عم انا مش مستريح. فهمت ازاي؟ مش مستريح الموضوع. اللي خلاه ياكل الشبهه بخله. والتعامل مع الشبهه ضد الورع. فهمت المعنى؟ التعامل مع الشبهه ضد الورع. اتعامل مع البنوك ولا لا؟ يا عم روح دار الافتاء اسال. يروح دار الافتاء يقابل حد هناك يقول له لا ما فيهاش حاجه. واحد تاني يقول له لا دي مضاربه فاسده. واحد تالت يقول له لا دي ربا. واحد رابع يقول له يا عم اتعامل ما كل الناس كويسين مفيش حاجه. واخد بالك؟ يلاقي الحكايه اتحير. الحكايه بقت تحير. خلاص بقى اذا انت عندك الكفايه والضروره وماشي مستور الحال مفيش داعي تتعامل مع البنوك بقى خلاص. يقول لك لا اصل انا عايز اوسع، انا عندي المصنع على 2 فدان عايزه على 10 فدادين. طب ما 10 فدادين بشبهه خليها على 2 فدان يا عم من غير شبهه. مش احسن؟ وتمشي حالك. يقول لك لا اصل انا عايز اوسع. توسع ايه يا عم؟ ما بالراحه وسع من فلوسك. واخد بقى؟ كل. وبعدين اما يوسع يوسع قوي يبقى الانتاج كتير قوي مش عارف يصرفه. يروح قافل كله. واخد بقى؟ ويركبوا الديون بعد ما كان ايه انتاجه على قد تصريفه. وماشيه الحكايه. وبيشتغل بس 6 ساعات 7 ساعات والامور ماشيه. وبقيت وقته قاعد بيشوف حاله مع ربه. لا هو عايز يبقى ايه؟ ما يونش. فما لهاش لازمه. سببها البخل. وعشان كده البخل يمنع ايه؟ الورع. شوف شوف الناس، الناس دول علماء بالقلوب ازاي؟ بيشخص لك داء القلوب ازاي بسرعه؟ يبقى الكبر يمنع معرفه الصواب. شوف. والعجب الاعجاب يعني اعجابك بنفسك يمنع معرفه عيوب نفسك. مش كده برضه؟ والتكاثر والمفاخره في الدنيا يمنعك الراحه. والبخل الشح الحرص على الدنيا وجمعها يمنع الورع. ومن فوائده من لم يصبر لم يظفر. مش النبي بيقول النصر مع الصبر؟ صلى الله عليه وسلم. من لم يصبر على الطاعه لا يظفر بالثواب والعباد ورضا الله عز وجل. من لم يصبر لم يظفر. وكان عامة مناجاته يقول برح الخفاء وفي التلاقي راحة. هل يشتفي خل بغير خليله؟ برح الخفاء يعني رفع برع الحياة يعني من حب المولاه. برح الخفاء مش قادر اخبي بقى. فهمت ازاي؟ يعني مش قادر اخبي حبي لك يا الله. برح الخفاء وفي التلاقي راحة يعني ملاقاة مقصوده راحة محبوبه. فهمت ازاي؟ برح الخفاء وفي التلاقي راحة. هل يشتفي خل بغير خليله؟ فهمت ازاي؟ كان بيقول الكلام ده يناجي فيها ربه. ونقف عند هذا الحد ان شاء الله. نكمل يوم السبت القادم. برح الخفاء يعني زال اخفاء المحبه من المبارحه. يعني زال زي ما تقول ايه رفع برع الحياه باللغه بتاعتنا احنا المصريين. فبقى حبه ظاهر. وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم؟ وكيف تنكر حبا بعدما شهدت عليك به عدول الدمع والسقم؟ هل الحلاج من القرامطة؟ مين الكلام اللي بيقوله؟ الحلاج من أهل السنة، راجل صوفي. القرامطة كفار، كفار القرامطة، إسماعيلية باطنية كفار. الحلاج كان راجل عابد زاهد صوفي، وبعدين بعد كده قال كلمة الناس فهمتها منه غلط علماء الشريعة فحكموا بقتله. بس قال ما في الجبة إلا الله، مش كده؟ قالوا شوف قلب الحلول، اقتلوه مجرم ادعى الألوهية. ومسكوه وراحوا دبحين. وهم بيقتلوه كان بيدعي لهم، كان بيدعي لهم وكان يديهم ايديه وهم بيفكوا القيود وبيبتسم. يعني لانه كان في حال غياب، ما كانش في حال وعي عادي، كان في حال سكر.
يسموها حال سكر، واخد بالك، سكر من الذكر، واخد بالك، فخلاص بقى رفع عنه التكليف. فبيسألوه بيقولوا له فين ربك اللي بتعبده ده؟ قال لهم ما في الجبة إلا الله. هم بيسألوا سؤال إجابته أصلا السؤال غلط أصلا، هو ربنا بيتسأل عليه فين وأين؟ ها؟ ما يتسألش. فقال لهم ما في الجبة إلا الله، يعني أمر الله، حكم الله، خلق الله، مقدر. وقفوا، هم قالوا شوف بيقول بالحلول، راحوا ذبحي، فهو من أهل السنة. بيقول ايه، ما معنى قوله تعالى خذها ولا تخف؟ وهل هو خائف من غير الله؟ الخوف الطبيعي ده عادي، انك انت افرض دخل علينا الوقت تعبان حنش كده جري، ما كلنا هنجري، ده خوف طبيعي، خوف طبيعي يا ابني، ده مش مشكله، ده الخوف الطبيعي ده ما فيهوش مشكله. فسيدنا موسى لما رمى العصايه بتاعته لقاها تعبان حيه تسعى، واخد بالك ازاي؟ فخاف منها، اوجس في نفسه خيفه، كش، الخوف الطبيعي المعتاد ان الانسان ما يألفش الحاجات دي، يكش منه، مش معناه انه ما يخافش الا من الله. هو ساعتها ما يخافش لو كان في مقام السكر، لو كان في مقام السكر التام ما يخافش، لانه زي السكران، عارف انت لما واحد يبقى سكران حتى بالخمر العادي ده ممكن تقعده جنب الاسد تلاقيه يحط ايده في بق الاسد، اول ما يفوق يقول ايه ده، يجري يفر، لكن في الاول كان في حال غياب. والله أعلم. قلب المسلم الذي تعرض عليه الفتن فلا ينكرها، تعرض الفتن على القلوب كعواد الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين، أبيض مثل الصفا أو أسود مرداد كالكوز مجخية، لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حديث سيدنا حذيفة بن اليمان المشهور في الفتن، ربنا ينجينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خير.